ما معنى كلمة مائلات مميلات؟ اختلف في معنى ذلك، ومن ما قيل في تفسير مائلات مميلات أنهن مائلات عن الحق ومميلات لغيرهن عن الحق، بمعنى أنها تكون فاتنة لنفسها وفاتنة لغيرها ممن ينظر إليها بسبب تبرجها وتجملها، فهي تميل نفسها عن الحق وتميل غيرها من الناظرين إليها والمفتونين بها. نعم.